تفاصيل مثيرة أعيد تداولها في الآونة الأخيرة عن مصحف هو الأول من نوعه، والذي كتب بدماء الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقد استهلكت كتابته 27 لترا من دماء صدام، حيث يذكر بأن المصحف الذي كتب في التسعينات ويبلغ عدد صفحاته 605 صفحات متوسطة الحجم يشمل جميع سور القرآن الكريم، وكتبت حروفه بما يزيد على 27 لترا من دماء صدام حسين، وقام بكتابته الخطاط والفنان العراقي عباس شاكر جودي. وتعود حكاية المصحف الذي كتب بدماء صدام حسين حسب ما روى كاتب المصحف إلى التسعينيات، بعدما تعرض عدي صدام حسين إلى محاولة اغتيال، نذر على إثرها صدام حسين أن يكتب المصحف كاملا بدمائه إذا نجا ابنه من عملية الاغتيال هذه. ويروي الخطاط عباس شاكر جودي قائلا: لقد استدعاني صدام حسين إلى مستشفى ابن سينا في بغداد، حيث كان يزور ابنه عدي الذي تعرض لمحاولة اغتيال قبل أيام، وطلب مني أن أخط القرآن بدمه، وقد كان الأمر عبارة عن نذر بالنسبة إليه. وقال عباس في تصريحات صحفية: بدأت مباشرة العمل لكتابة 114 سورة من القرآن في مهمة استغرقت سنتين، حيث عرض العمل بعد الانتهاء منه في متحف أم القرى ببغداد. ويتابع الخطاط العراقي: لم يكن الأمر سهلا، إن الدم كان كثيفا جدا ولم أتمكن من العمل به، وعند ذلك نصحني صديق يعمل في مختبر بخلطه بقطرات من مركب زودني به ويشبه الجلوكوز، وقد نجح ذلك. وذكر الخطاط أنه في كل مرة كان ينتهي مخزونه من دم صدام حسين كان يطلب المزيد، وكان حراس يقومون آنذاك بجلب قمع عليه ملصق مستشفى ابن سينا، مشيرا إلى أنه كان في بعض الأحيان ينتظر عدة أيام أو حتى أسابيع لأن صدام حسين كان مشغولا. ومما ذكره الخطاط أيضا أنه قال: لقد فقدت نظري تقريبا في هذا العمل، ولقد عملت ليل نهار لإكماله. وبدورها قالت نجاح زوجة الخطاط عباس جودي: إنها كانت تصاب بقشعريرة في كل مرة تفتح فيها الثلاجة بالمطبخ، موضحة: كنت أرى قارورة دم صدام وأرتعب من الخوف. وكانت نسخة المصحف الذي كتب بدماء صدام حسين قد أخفيت أثناء الحرب الأمريكية على العراق في بيوت متعددة لبعض الشيوخ والأئمة المسلمين، وذلك خوفا عن تبديده على يد القوات الأمريكية. ثم بعد ذلك تم إيداعه في مسجد أم القرى ببغداد داخل مبنى رخام مسدس الأضلاع في مئذنته الخاصة. فهل تتوقع أن يأتي يوم يكون لهذا المصحف قيمة مادية ضخمة باعتباره كتب بدماء رجل مقدام كالمهيب صدام؟ شاركنا رأيك في التعليقات.